ليش سموك المنتصر بالله؟ في وقت ايه؟ خد راحتك. والدي خلف ولد. ايوه. هو انت؟ لا سماه عزت. عزت قعد سنة ونص والولد ده مات. الله يرحمه. خلف ولد تاني قعد سنتين، يعني بقى في كائن حي، مش مثلا بينزل ميت، لا بيقعد ويمشي وكده. سمع عزت سنة سنتين مات كمان الله يرحمه. التالت مات. دي نكتة؟ لا دي حقيقة. حقيقة دي حقيقة. لما انا قلت لك عندك وقت بقى. طيب وبعدين ضحكنا كتير بقى شوية. طيب فجي قال، كان بيناجي ربه وقال الله، وانا كل ما اجيب ولد تاخده؟ يعني انت بتحب ولادي للدرجة دي؟ طيب انا اذا جه ولد هحط اسمك فيه. تيمما باسم عزت خلف ولد فسماه المعتز بالله. قعد سنة اتنين تلاتة كان التاني جاي. خلف ولد تاني فقال ده ربنا نصرنا. فأذن؟ لأن هو من الصعيد. نعم. يحب الولاد. فلما قال ربنا نصرنا فسماه المنتصر بالله. وعاش المنتصر بالله. أهلا وسهلا فيك. هل تحب أكمل لك بيتي؟ لا خلاص. هلا بدنا. أنت كنت مستعجل عليهم. محفوظ بالله ومحفوظة بالله وإكرام الله ونعمة الله. ما شاء الله، الله يخليهم كلهم. الوحيد اللي ما جاش أعوذ بالله. Thank you.